السيدة يسرى فراوس، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مرحبا بك في هذا اللقاء لصالح وكالة أنباء المرأة. السيدة يسرى، تم تأجيل المؤتمر 13 لجمعية النساء الديمقراطيات الذي كان من المزمع عقده 9 من أبريل أبريل الفارط. ما سبب التأجيل وما سبب هذا الغضب النسوي الذي رافق التأجيل؟ ذكرى 9 أبريل 1938 ذكرى إحدى أهم المظاهرات في الحركة الوطنية التونسية التي خرجت وضمت نساء ورجالا طالبوا ببرلمان تونسي، بمعنى سيادة تونسية، بمعنى حق الشعب التونسي في اختيار من يمثله ومن يشرع له، حقه في سلطة تأسيسية. هو يوم يذكر بأمجاد التونسيات والتونسيين الذين أرادوا أخذ أمورهم بين أيديهم واسترجاع بلدهم وقراره من المستعمر. للأسف الحكومة التونسية ساعات قبل هذا الموعد قررت حجرا شبه شامل، مجموعة إجراءات منها منع التجمعات العامة إلى غير ذلك، مما أعاق بالفعل تنظيم المؤتمر، بينما نحن استقبلنا منذ 2 أبريل احتراما لإجراءات الحجر الصحي ضيوفنا والقادمات إلينا من البلدان الصديقة ومن الحركة النسوية العربية والعالمية، وكل التحضيرات كانت موجودة، والإعلام أيضا واكب تحضيرات المؤتمر وأعلن عن المحاور الكبرى لبرنامجنا. لم يكن بوسعنا إلا طبعا الاستجابة لقرارات الحكومة احتراما للحق في الحياة وهو حق مقدس بالنسبة لنا، ولكن الغضب في الحقيقة ليس لتأجيل المؤتمر في حد ذاته، الغضب هو أن حكومتنا للأسف في تونس تعودت أن تتخذ إجراءات منذ عدد من الأشهر السابقة، إجراءات تقريبا فجئية مع أن كل المؤشرات كانت تدل على خطورة الوضع، أيضا اتخاذ إجراءات بغلق المدارس دون أي إجراءات مرافقة وخدمات اجتماعية توفرها الدولة لتمكين النساء من العمل مع رعاية أطفالهن، أو إجراءات مرافقة لأصحاب دور الرعاية حتى من الخواص وهي اقتصاديات صغيرة وتشغل خاصة النساء. لكل هذه القطاعات عن البطالة التي تنهشهن وتنهشهم، وأكبر المتضررات منها هن النساء، دون دعم للفقراء والفقيرات في البلاد، لأنه منذ سنوات صرنا على الأقل نعرف حجم الفقر في بلادنا وهو يقارب 3 مليون فقير في بلد تقريبا 12 مليون ساكنة وساكن، بالإضافة طبعا إلى أنه لدينا الخبرة الآن لنقول بكل وضوح أن هذه الكورونا عرت أكثر على وباء نتحدث عنه منذ سنوات بالنسبة للتونسيات، وهو وباء العنف. وأيضا نرى أنه هناك منذ مدة صمت كامل حول قضية العنف المسلط على النساء في كل المجالات وكل المساحات، وكل مرة تتخذ إجراءات ولكن لا نسمع شيئا عن توفير العدالة للنساء ضحايا العنف، عن تأمين حياتهن في صورة الخطر وتمكينهن من التنقل بما في ذلك للتبليغ عن العنف. وبالتالي ليس التأخير في حد ذاته هو ما يغضبنا، بالعكس نحن أردنا أن نقدم المثال في احترام الإجراءات الصحية، رغم أن أعضاء الحكومة لا يحترمون في حد أنفسهم هذه الإجراءات ويواصلون عقد اجتماعات، يواصلون السفر للخارج، يواصلون أحيانا تشييع جنازات للمرموقين وأصحاب الوجاهة. مع ذلك قلنا نعطي المثال كمجتمع مدني، ولكن خاصة الغضب من أن هذه الإجراءات هي إجراءات تبقى غير مجدية طالما لا تتنزل في حزمة اقتصادية واجتماعية وفي حزمة تواجه الإشكالات المتفرعة عن الكورونا أو الأقدم منها، مثل قضايا التمييز بين النساء والرجال بما في ذلك في العلاقات المنزلية وفي الاعتناء والرعاية بشؤون المنزل، وبما في ذلك قضية العنف وهي قضية أساسية بالنسبة لنا. سيدة يسرى، أشرت منذ قليل إلى وباء انتشار وباء العنف، وكنتم في جمعية النساء الديمقراطيات قد توجهتم إلى الأمم المتحدة للفت انتباهها بخصوص تفاقم العنف ضد ناشطات نسويات وبرلمانيات ونساء منذ 2019 مع صعود حركات يمينية متطرفة إلى السلطة. هل نفهم من هذه الصيحة سيدة يسرى أنه قد فقد الأمل في تطبيق التشريعات التونسية، وكيف يمكن اليوم التصدي لتلك الهجمة الرجعية التي تخيف النساء؟ فقد الأمل بصراحة. نحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كمناضلات منذ تقريبا 40 سنة حتى قبل التأسيس الفعلي للجمعية، لا يمكن أن نفقد الأمل، لأننا مررنا من مرحلة ديكتاتورية كان يتم إنكار وجود عنف يستهدف النساء، إلى زعزعة هذه الديكتاتورية بفرض أن تتناول قضية النساء منذ سنة 2008 باستراتيجية وطنية للقضاء على العنف،
العنف، وفيها محور تغيير التشريعات، وفيها محور أيضا مسح وطني حول حالات العنف في تونس، إلى منازعة الإسلاميين في حق المساواة واعتبار العنف كأحد العراقيل التي تمنع وصول النساء إلى المساواة، والتصدي أيضا لمحاولاتهم لتسطيح العنف مسؤوليتهم فيه بما في ذلك العنف ضد النساء خلال السنوات الأولى من حكم الإسلاميين مع الترويكا، وصولا إلى فرض دستور يلزم الدولة التونسية في 2014 باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف، وما تفرع عن ذلك لاحقا من فرض قانون شامل للقضاء على العنف سنة 2017. فنحن كما يقول غرامشي نؤمن بضرورة اكتساب تشاؤم الذكاء، تشاؤم العقل، وربطه بإرادة الأمل أو أمل الإرادة. طالما هناك إرادة هناك أمل، ونحن لدينا إرادة قوية لتغيير هذا الواقع المتعلق بالعنف. لكن هذا لا ينفي أنه هناك كبوات في تاريخ الشعوب. بعض الانتصارات التي حققناها خاصة في المستوى التشريعي لاحظنا وعاينا أن الإرادة السياسية قد غابت لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017. مؤشرات كثيرة كانت تدل على ذلك، بداية مناقشة الميزانيات في سنة 2018 وسنة 2019، ميزانية الدولة قد أغفلت أن تخصص موارد كافية لتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالعنف. ثم رأينا أنه بعد انتخابات 2019 هناك غياب كلي لقضايا النساء بصفة عامة في الخطاب السياسي، بل وشهدنا صعود قوى يمينية وقوى محافظة في رئاسة الجمهورية رئيس لا يؤمن بالمساواة ويعتبرها قيمة برجوازية. فهناك برلمان بصفة عامة قضية النساء ليست أولوية بالنسبة له، وعلى العكس تماما منذ تسلمهم العهدة البرلمانية لم نرى فيهم تقديم مقترحات قوانين، ورأينا تغييبا كليا لمشروعين مهمين بالنسبة للحركة النسوية من حيث القوانين، وهما مشروع مجلة الحرية الفردية الذي تم إيداعه في أكتوبر 2018 بالبرلمان، ومشروع المساواة في الإرث الذي تم إيداعه في شهر نوفمبر من سنة 2018. فغيبوا جميعا تناول هذه المشاريع وكأنها لم ترد أصلا على مجلس النواب. وأمام هذه الطبقة السياسية من الضروري بالنسبة لنا اعتماد كل الآليات القانونية والسلمية والنضالية التي ندافع من أجلها على قضايا النساء بصفة عامة، والتي نعبئ فيها الرأي العام ضد التراجع عن تناول قضايا النساء كأولوية من أولويات بناء الديمقراطية في بلادنا. كل النساء يتساوين أمام العنف، وكلهن أيضا بمختلف مشاربهن السياسية يتم الاعتداء عليهن باستعمال نفس الأدوات، يعني التركيز على الحياة الخاصة، على الجسد، على العلاقات، على الإنجاب من عدمه، على العادة الشهرية، ومع ذلك هناك تطبيع تام مع العنف. طبعا أمام ذلك نحن استعملنا أدوات كثيرة، يعني مثلا في قضية بشرى بالحاج حميدة عندما توجهت للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهي جمعية وهي مناضلة صلبها وكانت من مؤسساتها، طلبت الذهاب إلى القضاء وذهبنا إلى القضاء. في قضايا مثل قضية رانيا العمدوني الناشطة النسوية التي الكويرية التي تم التهكم عليها من قبل نقابات الشرطة ووجدت نفسها أمام القضبان وراء القضبان، ذهبنا إلى المحكمة للدفاع عنها. في هذه القضايا رأينا أن رانيا العمدوني تحاكم وتسجن، رأينا أن الإجراءات بطيئة جدا في قضية بشرى بالحاج حميدة. وبالنسبة لنا نحن دولة ذات سيادة واختارت أن تكون جزءا من المنتظم الأممي، وفي المنتظم الأممي والأمم المتحدة تحديدا هناك أدوات للتحرك ضد العنف ضد النساء، واخترنا استعمال تلك الأدوات وتوجهنا خاصة للمقررة الخاصة بالعنف، وأيضا توجهنا حتى آليات الإقليمية مثل المقررة الخاصة بالعنف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ونعتبر أن هذا جزء من تحميل الدولة التونسية، لأنه لا يهمنا بالنهاية من يحكم أو أي طرف يمارس العنف، ما يهمنا حقيقة هو أن الدولة التونسية لديها التزامات تجاه النساء، منها حمايتهن من العنف، ومنها الامتناع عن ممارسة العنف أو التطبيع معه أو تبسيطه وتسطيحه. وعلى هذا الأساس نحن توجهنا إلى المؤسسات الدولية، وأمامنا أدوات أخرى سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وإذا تواصل الوضع بهذه الكيفية فلن ندخر جهدا في استعمال كل تلك النساء
النضالات بالنسبة السلمية من بالرغم الاحتجاج إلى المحاكم إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان والنساء. ذلك مدام يسرى، هناك القانون عدد 58 لعام 2017 لمناهضة العنف ضد النساء في تونس، هذا التقاعس في تطبيق هذا القانون الذي يعتبر مكسبا نسائيا في تونس من قبل منظومة الحكم، كيف تقرأه الجمعية؟ هل في ذلك ترى موقف؟ نحن نعتقد أن التقاعس موجود، يعني أولا هناك عدم فهم حقيقي لقضية العنف المسلط على النساء في بلادنا. القانون هو قانون شامل، بمعنى أنه توجه بالتزامات من أجل الوقاية من العنف قبل حدوثه، وخاصة نتحدث عن التربية والتعليم، وجعل المناهج التربوية وسيلة لتكوين الناشئة حول قيم المساواة وقيم حقوق الإنسان وحول مناهضة العنف وتفسير العنف ضد النساء. ثانيا هو قانون يقتضي الحماية للنساء ضحايا العنف، وجاء بأدوات جديدة لم تكن موجودة في القانون التونسي، منها مثلا الإذن بالحماية الذي يصدره قاضي الأسرة، والذي يمكن أن يمنع حتى المعتدي من التواجد في مكان الاعتداء على الضحية، يمكن أن يبعده من المحل الزوجي. ثم هناك العقاب، لأن العنف هو جريمة وهو مسؤولية شخصية، ويجب أن يتحمل الشخص مسؤوليته في الاعتداءات والأضرار التي خلفها على ضحيته، سواء كان العنف معنوي أو سياسي أو اقتصادي أو كذلك جنسي أو مادي. وحاول القانون تغطية أكبر ما يمكن من أشكال العنف، حتى تلك التي لم تكن موجودة في القانون التونسي بوضوح، مثل سفاح القربة مثلا. ثم الجزء الرابع منه هو التعهد، يعني دور المؤسسات، وهنا خلق مثلا الوحدات المختصة للتعهد بنساء ضحايا العنف، وحدات في الأمن مهمتها الوحيدة هي تقبل شكايات نساء ضحايا العنف، وأيضا خلق دور لوكلاء الجمهورية يكونون مختصين في العنف. وحتى من الناحية المؤسساتية اشترط أن تكون هناك فضاءات في المحاكم في المستشفيات تستقبل فقط نساء ضحايا العنف. فهناك نظرة متكاملة لكيفية القضاء، لأن القانون يتحدث لا عن مكافحة العنف أو التصدي له، بل يتحدث عن القضاء، أي صفر تسامح مع العنف، صفر حالات عنف. وبالتالي هدف هذا القانون هو هدف يعني بعيد المدى، لكن نعم ربما بتقديم الموجز لهذا القانون نفهم أنه يفتح حظائر كثيرة للعمل عليها، حظيرة في التربية والتعليم، حظيرة في المؤسسات، حظيرة في الإجراءات أمام القضاء، حظيرة في العمل الصحي، حظيرة في العمل الاجتماعي، حظيرة حتى بالنسبة للمعتدين، لأنه يشترط أيضا إعادة تأهيل المعتدين داخل السجون وليس فقط سجنهم، وكل هذا يتطلب موارد مالية، وكل هذا يتطلب خاصة إرادة سياسية. بالتالي هناك مشكل تنظيم الأولويات في هذا القانون ولتخصيص الموارد، ولكن هناك أيضا مشكل إرادة سياسية، لأن هناك بعض الالتزامات التي من ناحية لا تحتاج موارد مالية. أعطي مثالا، لكي نقاوم العنف ونعتبره فعلا جريمة، ولكي نوصل هذه الرسالة للمجتمع، هناك ما يسمى بالسياسة الجزائية، أي أن تقوم وزارة العدل بالاشتراك مع وكلاء الجمهورية والنيابة العمومية بضبط ما هي الأولويات في مجال مكافحة الجريمة. وهنا في تونس هذه الآلية الموجودة في عديد بلدان العالم والتي يخولها الدستور التونسي لم تضبط إلى الآن، لا نعرف ما هي السياسة الجزائية في بلادنا. يعني نفهم مثلا أن الأولوية المطلقة هي لمكافحة الإرهاب، وهنا تخصص الدوائر القضائية، وهنا تخصص التمويلات للفرق المختصة في مكافحة الإرهاب، ولكن لا يضبط ذلك في وثيقة واضحة ومعلومة للجميع. ولكن نفهم أنه هناك أولوية، ولكن هذه الوثيقة التي يمكن أن تصدرها وزارة العدل لتقول فيها أن العنف هو أحد الأولويات، بمعنى في التطبيق أنه عون الشرطة يعرف أنه كلما بلغ إلى علمه وجود حالة عنف من أولويته التحرك، وأن الشخص الذي يرتكب العنف لابد من إيقافه بشكل مباشر حتى ولو لم تطلب الضحية ذلك، لأن هذا أيضا مهم في العمل الأمني، أنه لا ينتظر
ينتظر وقوع الخطر وإنما يستبقه، وهم دائما يتشدقون بذلك مثلا في مكافحة الإرهاب. بينما في قضايا العنف عندما تتقدم المرأة بشكاية تنتظر الإجراءات ثم تتوجه إلى عديد المؤسسات ويطلب منها تقديم أدلة وشهادات، فهذا يوضح أنه لا توجد أولوية لديهم لمكافحة الإفلات من العقاب.